شوف الشباب في المسلسلات التركية من جد يفتحون النفس، مو مثل شبابنا هنا شيء يسد النفس. ما في أمل يتغير بسرعة ثانية. من اللي ماخذ الشال حقي والثوب البني حقي وينه بعد؟ وش في أمك تضحكين أنتي؟ لأني كل يوم تسألني وين الشاحن ومين اللي أخذ الشاحن وين ثيابي. ما أنت بعاقل أبو سروال فانيلا. قوية صراحة شلون ما شاء الله عليك، شلون سويتيها؟ أقول إيه سوي الذبين أنت وجهك عقل عقل لفق وجهك أنت وياها فاهمة؟ أنت وش معاكم صوتكم أصلا الشارع؟ يلا أنت فيه قول يا أبو سروال فانيلا. يلا يبا شوف عامر كل يوم يضيع جواله ويجي يسألني ويعلي صوت علي، يعني أنا مالي دخل في أغراضه. يا ولدي هذه أختك هي صادزة، دور أغراضك في مكانهم لا تبلشنا فيهم الله يصلحك، دورهم وتلقاهم. لو رحت غرفتها بلقى الشاحن عندها وبلقى الثوب منكوي. والله الحمد لله أنا ما أخذ أغراض أحد، وبعدين ثوبك تلاقيه في دولابك، بس فتح عيونك زين. أبا فتح أم عيوني، بس إيش هذا يبا؟ إذا ما لقيت الثوب بالدولاب أبدا يورها. أقول رح الله يصلحك يا وليدي ويهديك. قوية والله إنها قوية. كيف البرودكاست حريقة حركتهم أنا مرة زي وجهك يا ورع. يا عيال يا عيال يا عيال جاني توجيه في التي ون درفت عيال ها مشينا. اقول اقضي برضك لا تجي الدريات وتداهمنا. والله انه صادق. انا اقول يا زين الاستراحة بس. اللي اقول لك يا عامر ليش ما تسوي لي فولو بتويتر؟ اهم عاد شبيبك انت يا حبيبي. انا ما اسوي الا للمشاهير، اما انت 24 ساعة في وجهي. اما انا يا عيال نص اللي مسوي لي فولو وشهم مزز، يعني مزز وبلات وكذا. خف علينا يا القطعة. اللي أقول لكم وش عند البنات جالسين ينتفونا بتويتر ويدبون؟ أبو سوال وفنيلة يقولوني كذا، بس أنا أقول لهم ماني من الجيل ذا، أنا أقول لهم أنا من جيل الكول كذا الكاجوال. وش دراكم في الموضوع؟ أي موضوع؟ يا أخوي موضوع أبو سوال وفنيلة. يا حبيبي كل البنات اللي في الفيسبوك وفي الواتساب وفي البلاك بيري كلهم يسبون الشباب يقولون يا أبو سوال وفنيلة أبو سوال وفنيلة. حلو حلو، يعني الموضوع للجميع. الحين يا بنات ما تحسون الشباب عندنا بدوا يتغيرون شوي؟ وشلون يعني؟ يهتمون بستايلهم بلبسهم. حبيبتي كل شيء ممكن يتغير إلا السروال والفنيلة. بعدين يا أخوي تحس البنات شايفين نفسهم مغترين على إيش مدري. طيب يا عيال أنا بضيفكم عندي جروب بطل بنات في بنات في الواتساب، أضيفكم له ولا وحقين سكايبي. ضيفني عندك بالجروب بستلمه. أضفتك ها جاتك الدعوة؟ وأنا بعد معكم. خلاص أضفتك ادخل. الحين بنطقطق عليهم طقطقة بطلة ونبي نشب عليهم بعد. أركت في ديتك. مساء الخير للجميع. شوف 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 كتبت لك مساء الخير. شوف أصبر بقلب عليها الحين. تسوي؟ أبا ذب عليها. أصبر بس خف علينا أنت ذبات القديمة. أقول لا تتخرفن بس ها انتبه. إزي كم إزي قو أركض بديتك. كيفكم الشيون؟ هلا هلا يا أبو سروال وفنيلة. أبو سروال وفنيلة يا بنت الحلال انت الحين لفيت الدنيا كلها ما بياخذك الا واحد منا. كفو يا شرب. مع الله والله لو نعنس ما نلتفت لكم. انت
تسمع ايش تقول. غبيه. شوف الجنب، شوف الجنب. اقول ترى على فكره انتم تشبهون لنا بس شعركم طويل. تكفى انت طاقيتك ذي اللي ناشبه براسك. سماجة. اقول خفوا علينا انتم وشعوركم اللي كنا شجر عبري. قوية قوية قوية. تتوقعون هذا موسم الحصاد ولا لسه؟ قوية قوية قوية. اقول ضفوا وجيهكم بس. والله ذبحوا يا محسن. عشان اعلمكم بس انا لا كنت رايق انت على رواق. كنت فديتك الرايق. يا عيال يا عيال انا نفسي في كافي. مشينا مشينا والله بي مشينا. اجل يا عيال بالله انتظروني ثواني بس بغير ملابس جايكم. يلا يلا مشينا مشينا. تعال تعال خلينا نجي. والله لا 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 مو معقول. اوف 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 يا شباب. ايش فيك اخوي ايش فيك؟ في بنات مسوين عنا هاشتاق. ايش اللي عنا يا اخوي؟ ايش اللي قاعد يصير؟ لا يا ابن الحلال لا ما يقصدوننا احنا يقصدون عامر. لا إيه؟ لا يا شيخ انت وجهك مسوي طالع منها. هذول يقصدوننا كلنا ولازم نوقفهم عند حدهم. اخسر هكر. وش بتسوي؟ بلا هكر بلا خرابيط. نبي نسوي حمله ونسميها حمله ابو سروال وفنيله. يا اخوي وضح شلون يعني. انا اوضح لك يا ورع. نبي نسوي حمله في التويتر وفي الواتساب والبلاك بيري ونكلم الشباب ونحدد المكان والزمان والكل يلبس سروال وفنيله ونزحف ام الشعب. الحين انا اسوي ذا الهاشتاج واضبط كل مواضيع ذهلوها عندي. والموعد اكتبه يوم الاربعاء العصر واكد على العيال كلهم موحد سروال وفنيله انواع الطهبله. وانا عشانكم ابلبس سروال وفنيله وبطلع معكم وازحف بعد. كفو. يا شباب جاني مسج يوم الاربوع الجاي الشباب بيجون بالتحلية بسوال وفنيلة. بسرعة انت اسرع. الو ترى شباب كان اتصال في تجمع سوالف فنيله بالتحلي يوم الاربعاء لا يفوتكم. اوكي يلا سلام. بنات بنات تعالوا بسرعه شوفوا. وش في يا امل؟ شوفي هالشباب المهبل ايش قاعدين يسووا. مجانين هالشباب عاملين هاشتاك عشان يطلعون في التحلية. لا وبعدهم لابسين سروال وفنيلة. ما أتوقع يسوونها. لا ولا أنا. إلا بيسوونها وتشوفون. شوفوا شوفوا بنات صراحة ما توقعت يسوونها ابو سروال وفنيلة. اي والله سويناها يا الكديش. بعدين اول مرة اشوف دبلة في الخشم. وفن كانغنام ستايل.
احنا شباب المتفائل بدون نيام.